ماذا نفعل؟ ما هو الواجب علينا؟ التسليم للأمر الإلهي. إذن الطريق الأول أن نعرف تلك السبل التي تؤدي إلى الله سبحانه وتعالى. ما هو السبيل المؤدي إلى الله؟ أتعب، أجهد النفس، أبذل كل شيء وقصارى ما أستطيع من أجل أن أحدد وأشخص الطريق الصحيح، بعد هذا أسير في الطريق. إذن من أين أخذ؟ ما هو المنبع؟ ما هو الأصل؟ ما هو الرافد؟ ما هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذن عليك أن تحدد الطريق وتعرف الطريق. أتعب، أجهد نفسك في معرفة الطريق. إنه طريق الآخرة، إنها الحياة الآخرة، إنه الخلود، إنه البقاء، إنه الجنة أو النار. بعد أن حددت الطريق وإمام الطريق والولي في الطريق، تتبع الولي، تتبع الإمام، تتبع العالم، تتبع المجتهد. ونحن في هذا المقام عندما نأتي بهذا البحث وبهذه البحوث العقائدية حتى يكون كل إنسان على بينة، حتى نعرف من هو المهدي وما هي قضية المهدي. ليست قضية المهدي هي عبارة عن ميليشيات وقتل وتقتيل وإجرام أو أموال ورشا ومناصب وسياسة واحتيال وسرقات وفساد. ليس هذا هو المهدي، سلام الله على المهدي. المهدي قدوة، قدوة حسنة. المهدي إنسانية. المهدي عدالة. المهدي رسالة. المهدي جنة. المهدي رحمة. المهدي عطاء. المهدي علم. المهدي إيمان. المهدي تقوى. المهدي إيثار. المهدي إنسانية. المهدي أخلاق. أما أرفع اسم المهدي وعنوان المهدي وأرتكب المحرمات والفساد وأفسد في الأرض، ما هو فرقه عن الذي يحمل اسم النبي واسم الإسلام واسم الخليفة الأول أو اسم الخليفة الثاني أو اسم الصحابة أو اسم أمهات المؤمنين؟ ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ هذا يشوه صورة الإسلام وصورة الصحابة وأمهات المؤمنين والرسالة الإسلامية، وذاك أيضا يشوه صورة الإسلام وأهل البيت والرسالة الإسلامية. لا يوجد فرق بين هذا وهذا. هذا معول يهدم وهذا معول يهدم. هذا يخدم الشيطان وأولياء الشيطان والطاغوت وأولياء الطاغوت، ولكن يخدم أيضا الشيطان وأولياء الشيطان والطاغوت وأولياء الطاغوت. إذن لا ننخدع بتسميات عنوان مهدي وأتباع المهدي وكتائب المهدي وجيش المهدي وسرايا المهدي وكتائب السنة وأهل السنة والصحابة وأمهات المؤمنين وأهل التوحيد. كلها عبارة عن عناوين زائفة ترفع وتستخدم من أجل الاسترزاق والاستئكال والخداع والتغرير بالناس. إذن ابحثوا عن الطريق، ابحثوا عن المنبع، ابحثوا عن العلم، ابحثوا عن الحقيقة، ابحثوا عن الطريق النقي الصافي الصحيح العلمي الشرعي الأخلاقي. لا نسير خلف العاطفة وخلف الشيطان وخلف الطائفية والمذهبية والقومية والقبائلية والقبلية. نعم، إن كانت هذه العناوين تصب في خط الرسالة الإسلامية وتكون مهذبة للأخلاق وللدين والإيمان وللتقوى، فنحن ندعو إلى هذا، ندعو إلى التمسك بالقومية والقبلية والمذهبية والطائفية إذا كانت مهذبة للإنسان، مكملة للإنسان، مقومة للإنسان في طريق الإسلام، في طريق الرسالة، في طريق الأخلاق، في طريق الرحمة، في طريق الأخوة، في طريق الإنسانية. أما إذا كانت تؤدي إلى طريق الشيطان والقبح والفساد فلا خير فيها.